شباب، هنا بنتكلم في الفيديو ده على شيت رقم 6. شيت رقم 6 فيه موضوعين أساسيين بنتكلم فيهم. الموضوع الأولاني على الـ Dimensional Analysis والـ Similarity أو Modeling، والموضوع التاني بنتكلم فيه على الـ Linear Momentum Conservation اللي احنا شرحناه قبل كده في الفيديو السابق، بنحل عليه مسائل المرة دي يعني. طيب، في Dimensional Analysis قلنا دي عبارة عن طريقة بنستخدمها عشان نقلل فيها عدد الـ Variables بتاعت أي بروبلم عندي بتعامل معاها. يعني مثلا عايز أدرس تأثير الوزن مثلا وسرعة وحاجة وطول وأبعاد على قيمة فورس معينة، أو عايز أدرس مثلا قيمة أو تأثير مثلا طول ماسورة والقطر بتاعها وسرعة الفلو جواها على البريشر دروب جوه الماسورة. فعندي فاريبلز كتير قوي بتتغير مع بعضها. من ضمن فوائد الدايمنشن أناليسيس إن هو بيعمل ريدكشن او تقليل لعدد الفاريبلز اللي انا بدرسها في اي مساله، في عدد فاريبلز كبير يعني. طيب، مثال على كده، لو انا عندي مثلا بتكلم على الدلتا بي بير لينث من الماسوره، يعني عايز ادرس البريشر دروب اللي بيحصل لفلويد فلو جوه ماسوره خلال طول معين منها اسمه ال، ده بنسميه دلتا بي ال اللي هو بنسميه البريشر دروب بير يونت لينث. وليكن البريشر دروب ده فانكشن في الدايمتر بتاع البايب والرو بتاعت البايب والميو وسرعة الفلو جوه البايب، والبارامترز اللي بيعتمد عليها البريشر دروب دي بيكون مدهني هو في المسألة. فالدلتا بي ده هو بنسميه ديبندنت فاريبل، ده الفاريبل اللي بيعتمد على البارامترز التانية، ودي بنسميها نون ديبندنت يعني. طيب، وبعدين أنا لو هدرسها بشكل طبيعي خالص عايز أطلع الدلتا بريشر ازاي بتعتمد على البارامترز دي، فهروح أعمل تجارب كتيرة جدا، كل تجربة هصب التلاتة فاريبل من دول واشوف الرابع ازاي بيتغير مع الدلتا بي ازاي بالشكل اللي احنا مستعرضينه هنا. فقال لك بدل ما اعمل دي قصة طويلة جدا بدل ما اخش فيها، فبنستخدم الدايمنشن اناليسيس بطريقة معينة هنقولها مع بعض دلوقتي، بحيث ان هو بيسهل لي شكل المسألة دي بدل ما هي عبارة عن كام بارامتر دول، 1 2 3 4 5، بدل ما البروبلم دي عبارة عن 5 بارامتر، ده هيخليها لي عدد اقل كتير جدا من البارامترز. لما طبقنا الـ Dimension Analysis على المثال السابق، بدل ما كنا بنتعامل مع 5 variables بقينا نتعامل مع 2 بس، وتلاحظ إن الاتنين variable دول بقى variable على الشمال و variable على اليمين، function و variable على اليمين، الاتنين بيبقوا non-dimensional. يعني ايه non-dimensional؟ يعني الترم ده على بعضه ملوش وحدة وده ملوش وحدة، وهتلاقي كل ترم منهم مجمع شوية من الـ variables مع بعض. يعني ده الدايمتر في الدلتا بي على الرو في الـ V square، function في الرو في الـ V في الـ D على الميو. فدي فايدة الـ Dimension Analysis، بدل من كده ما كنت بتعامل مع 5 variables أصبحت بتعامل بس مع 2 variables، والـ 2 variables دول non-dimensional. وبدل ما كنت محتاج أرسم 4 كيرفات زي الشكل السابق، لا هرسم 2 كيرفز بس ما بين الـ 2 non-dimensional terms. اللي احنا هنشوفه دلوقتي، احنا ما بتطلعليش هي طبيعة المعادلة ازاي، انما بتطلعلي مين function في مين، فعدد variables في شكل عدد variables اقل. ايه الخطوات بقى اللي هنمشي عليها، وايه الطريقة اللي هنطبقها بحيث نحصل على الشكل اللي فيه عدد فاريبلز اقل، ده اللي هنبتدي نستعرضها دلوقتي. الطريقة اللي احنا بنستخدمها اسمها الباكنجهام باي ثيرم او الباكنجهام باي ثيوري، دي النظرية اللي مستخدمة لاجراء خطوات الدايمنشن اساس اللي هدفها النهائي تقليل عدد الفاريبلز. اول خطوة هم عبارة عن 7 خطوات. اول حاجة بنحدد عدد الفاريبلز اللي عندي including dependent variable ونسميها N. بعد كده عندي عدد الـ Reference Dimensions. ايه الـ Reference Dimensions؟ دي الـ Dimensions اللي انا استخدمتها لتوصيف كل الـ Variables اللي عندي، اللي هي الـ Dimensions اللي احنا عارفينها الـ M والـ L والـ T. لو استخدمت التلاتة في توصيف الـ 5 Variables بتوعي زي المثال اللي سابق كان 5، فساعتها يبقى الـ Basic Dimensions أو الـ Reference Dimensions 3. وفي الحالة دي لما أحدد عدد الـ variables وعدد الـ reference dimensions اللي أنا استخدمتها بعد ما أكون حولت كل بارامتر من اللي عندي للـ basic dimensions بتاعته، بقدر ساعتها أحدد عدد الـ dimensions numbers أو الـ by terms اللي أنا أقدر أطلعها، اللي هي عبارة عن total number of variables minus عدد الـ reference dimensions. طيب، الخطوات كالآتي، هما 7 خطوات. أول خطوة list number of variables اللي هو N، أنا عندي كام فاريبل بما فيهم الديبندنت فاريبل. بعد كده بحول كل فاريبل منهم للبيزك دايمنشنز بتاعته اللي هي الريفرنس دايمنشنز ال M وال L وال T.
بعمل جدول في البارامتر او الكوانتيتي، وفي الاس اي يونت، واخر كولوم فيه اللي هو البيزك دايمنشن. بعد كده بحدد عدد الباي تيرمز اللي انا هطلعها، اللي هي عدد الفاريبلز الاقل اللي هيطلع معايا، اللي هو عباره عن ان ماينس ان. بعد كده بسلكت حاجه اسمها الريبيتنج فاريبلز. ايه الريبيتنج فاريبلز؟ دي الفاريبلز اللي هتظهر في كل باي تيرم منهم، الريبيتنج اللي بتتكرر في كل باي تيرم، وفي شروط عليها. اولا ان عددها يكون قد عدد الريفرنس دايمنشنز، يعني في 3 ريفرنس دايمنشنز يبقى 3 ريبيتنج فاريبلز، وكل فاريبل منهم ليه نوع معين. فاريبل من الريبيتنج بيوصف فلويد بروبرتي، الرو الميو مثلا. فاريبل تاني بيوصف كايماتكس، سرعه ار بي ام فلوريد. فاريبل تالت يوصف جيومتري، مش داينامكس، جيومتري. الجيومتري دي زي دايمتر، زي لينث. طيب بعد كده الباي تيرم فورميشن، بتدي كون الباي تيرم زي ما هنشوف. بعد كده بتشيك نون دايمنشناليتي، المفروض ان كل باي تيرم من دول يبقى نون دايمنشنال، فبتاكد في الاخر. وبعد كده بكتب الباي تيرمز دي از ا فانكشن في بعضها كده، يعني كاني بريبريزنت المساله في عدد، في شكل عدد بارامترز اقل، والبارامترز دي عباره عن نون دايمنشنال بارامترز اللي هي اسمها باي تيرمز. طيب بنفتكر مع بعض برضو لينير مومنتم كونسرفيشن اللي هو نيوتنز سكند لو، بيقول لي سميشن اكسترنال فورس اللي بتأثر على اي جسم في اتجاه معين، هي عبارة عن الفرق ما بين المومنتم فلو في الخروج ماينس المومنتم فلو في الدخول، سميشن ام دوت في الفي اوت ماينس سميشن ام دوت في الفي ان. وما دام دي فيكتور كوانتيتيز يبقى اقدر اطبقها في ثلاث اتجاهات، لو في الاكس سميشن اف اكس يبقى بستخدم الفيلوستي كومبوننتس في اتجاه اكس، لو سميشن اف واي يبقى بستخدم الفيلوستي كومبوننت اتجاه واي، وهكذا بالنسبة للاتجاه زد. مسألة رقم 1 في assignment رقم 6 بيتكلم على linear momentum conservation. بيقول لي عندي flat plate بالمنظر ده، وفي نوزل تحتيه، النوزل دي القطر بتاعها 2 سنتي، النوزل دي راكبة على بايب، البايب قطرها 5 سنتي، جاي المية ماشية في البايب بسرعة 1 متر بير سكند. وبعدين بيقول لي احسب لي الفورس اون بريد، او الفورس اللي هتأثر بيها الجيت دي على البريد. أول حاجة أنا بعملها في مسائل اللينير مومنتم إن أنا باخد الاتجاه بوزيتيف بيزد عليها، أحط اتجاهات الفورسز والإشارات بتاعت السرعات. ففرضت أنا الاتجاه البوزيتيف في البوزيتيف واي لفوق، وبعدين افرض اتجاه الفورس. هنا الفورس هي فورس واحدة، المفروض ان البليت ده ليه وزن، هو وزن مهمل ما جاليش سيرته. وبعدين في اف اون بليت وعكسها اف اون فلويد، يعني هما نفس المقدار، بحط واحدة منهم بس، بحط واحدة منهم بس. هو عايز اف اون بليت، هي دي الفورس اللي محتاجها، او الفورس اللي هتأثر بيها مع البليت، وانا عكسها محتاج اف اون فلويد اللي هي الفورس اللي محتاج أثر بيها على البليت عشان أثبته في مكانه. التو فورسز دول قد بعض بالظبط، بس في عكس الاتجاه، انا بتعامل بواحده منهم بس. لما اجي اطبق لينا مومنتم كونسرفيشن، بقول سميشن اف اكس او سميشن اكسترنال فورس اتجاه واي بقى، طبق لفوق، بيساوي الام دوت في في واي اوت ماينس في واي ان. ام دوت هي ام دوت واحده، انا باجي اخد كنترول فوليوم على الفلات بليت كده على بعض، او على الووتر بادي اللي داخل على الفلات بليت ده، ففي انلت اللي هو داخله الميه بسرعه في نازل، بس مفيش اوتلت في اتجاه واي. الام دوت هي ام دوت واحده، فبالتالي بقول سمشن اف واي ايكوال ام دوت في في واي اوت ماينس في واي ان. هتلاحظ ان مفيش خروج للميه في اتجاه واي، في دخول بس للميه في اتجاه واي على البليت، وبالتالي في واي اوت بزيرو. يبقى عندي الاف اون فلويد، حطيت الاف اون فلويد اللي هي انا فرضها هنا لتحت، دي الاكسترنال فورس اللي هي نفس هي نفسها نيجاتيف اف اون بليت، اف اون فلويد هي نفسها نيجاتيف اف اون بليت. فانا حاطط هنا نيجاتيف اف اون فلويد، واحده منهم بحطها وحاططها نيجاتيف دي عشان لتحت، انا فرضها لتحت وفي عكس الاتجاه البوزيتيف اللي انا فرضه، بتساوي الام دوت. هي عباره عن ايه الام دوت؟ الرو في الفوليوم فلوريت، والفوليوم فلوريت عباره عن الكروس سكشن بتاع الجت في سرعه، او الكروس سكشن بتاع النوزل في سرعه الخروج من النوزل، ومن الكونتينيوتي كروس سكشن النوزل سرعه الخروج من النوزل هي نفسها كروس سكشن بايب وسرعه الخروج من البايب، يعني عشان كده هي نفسها قيمة الفلوريد. الفلوريد هو عبارة عن سرعة المية في البايب في الكروس سكشن بتاع البايب اللي هو قطر 5 سنتي، هي نفسها سرعة الخروج من النوزل في القطر بتاع النوزل اللي هو 2 سنتي. طيب في الفي واي اوت قلنا مفيش خروج في الواي، فبالتالي الفي واي اوت بزيرو، ماينس الفي انلت اللي هي الفي نوزل اللي هي عبارة عن
اقدر اجيب سرعة الخروج من النوزل من الفولوينج فلو ريت على الكروس سكشن بتاع النوزل، والفولوينج فلو ريت اللي هو عبارة عن اريا باي في في باي. طيب بعد كده قدرت احسب الاف اون فلويد، والاف اون فلويد طلعت 12.27 نيوتن لتحت. الاف اون بريت هي نفس المقدار بس اتجاهها العكس لفوق. طيب نيجي بعد كده مسألة رقم 2، بيقول لي عندي ماسورة قطرها 0.1 متر ماشي فيها مية بسرعة 1.5 متر بير سكند، وبعدين في نهاية الماسورة في راكب نوزل كاب. نوزل كاب دي متثبتة بأربع مسامير، والنوزل دي المخرج بتاعها قطره 5 سنتي للمية اللي ماشية جوه. بيقول لي احسب لي الفورس اللي محتاج أسبب بيها كل بولت من دول. مبدئيا دول أربع مواسير مثبتين النوزل أو الكاب دي، نوزل كاب في الماسورة. طيب هو مبدئيا في مومنتم فورس عايز اتخرج النوزل دي بره، فبالتالي الاربعه بولتس شايلين المومنتم فورس دي، كل واحد شايل ربع الفورس. وجه تاني عداد ماي عداد ضغط هنا هيقيس 100 كيلو اسكال. طيب فجيت انا خدت كنترول فوليوم بتاعي بالمنظر ده للووتر بادي بتاع اللي على النوزل كاب، وهطبق اللينير مومنتم في اتجاه اكس. مبدئيا فرضت الاتجاه البوزيتيف اكس هو ده الاتجاه البوزيتيف بتاعي، وفرضت اف اون فلويد دي الفورس الخارجيه اللي محتاج اكت بيها في عكس اتجاه الميه عشان اثبت النوزل كاب ده في مكانه، والفورس دي هي نفسها الاف توتال اللي بيتحملها الاربع مسامير. يبقى الفورس بير بولت اللي هو عايز يحسبها هي عباره عن اف اون فلويد دي مقسومه على اربعه في الاخر لما نجي هنطبق لينير مومنتم في اتجاه اكس. سمشن اف اكس ايكوال ام دوت في في اكس اوت ماينس في اكس ان. طبعا ام دوت ثابته ما بين الانت والاوتبوت للنوزل كاب، يبقى ام دوت واحد اللي عبارة عن الرو في الفوليوم فلو ريت اللي هو كيو اللي هو اريا كروس سكشن باي في في باي في في اكس اوت ماينس في اكس ان. في اكس اوت اللي هي سرعة الخروج اكزيت هنا ماينس في اكس ان. طيب الفي اكس ان اللي هي سرعة الدخول اللي هي السرعة في البايب 1.5 متر في الثانية. الفي اكس اوت اللي هي عبارة عن الاريا ريشيو، مش انا عندي الفلو ريت هو نفسه في باي في كروس سكشن بايب هو نفسه في نوزل كروس سكشن نوزل، فاقدر اجيب سرعه الخروج من النوزل اللي هي نفسها في اكس اوت. طيب والفورسز عندي بقى تو فورسز، لما يكون عندي الكنترول فوليوم بتاع الميه جزء منه جوه البايب يبقى في بريشر فورس لازم اخد اعتبارها معايا. معوض عن البريشر لازم يكون بالجيج فاليو، يبقى لما يكون عندي في ميه واخد كنترول فوليوم جزء من الكنترول فوليوم او كروس سكشن منه او عباره عن قطع في ماسوره او جوه ماسوره في بريشر فورس لازم اخد اعتبارها معايا. طب ليه ما خدتش بريشر فورس هنا عند مخرج النوزل؟ لان مخرج النوزل هنا للاتموسفير وضغط الاتموسفير كجيج فاليو بزيرو، وده من باخد البريشر فاليو للجيج ده بريشر جيج، فالفاليو دي 100 كيلو باسكال دي جيج فاليو. طيب يبقى عندي بريشر فورس اللي هي البي في الاي اتجاهها دايما اتجاه البريشر فورس عمودي على الكروس سكشن وداخل الكنترول فوليوم، دايما اتجاه بريشر فورس عمودي على الكروس سكشن وداخل الكنترول فوليوم، سواء لو هنا عند المخرج هيبقى عمودي على الكروس سكشن وداخل في عكس اتجاه خروج الميه، بس هنا البريشر فورس عند المخرج النوصل بزيرو، انما جوه هنا عند المدخل بتاع الكنترول فوليوم مش بزيرو ليها قيمه. فدايما البريشر فورس اتجاه عمودي على الكروس سكشن وداخل للكنترول فوليوم. طيب فهيبقى هنا بي في الاي ماينس اف 1 فلويد، هنفرض الاف 1 فلويد دي اتجاه الشمال. قدرت كده اطلع من هنا اف اون فلويد تو ذا ليفت، ويبقى الفورس بير بولت هي عباره عن الاف توتال دي مقسومه على الاربعه بولتس، تطلع 183.1 نيوتن تقريبا. بعد كده بيديني بيقول لي عندك كونفرجنج البو بالمنظر ده كده. الالبو ده كونفرجنج يعني ايه؟ دي كروس سكشن كبيره في الاول اريا واحد 0.0185 متر سكوير، دي كروس سكشن صغيره كده 0.0093 متر سكوير ماشي فيه ميه. الالبو ده يعني منحني كده بزاويه 45، ودي حاطط عدد هنا اري ضغط 0.7 بار ده جيج بريشر. وبعدين بيقول لي احسب لي انا طبعا الالبو ده لو سايبه كده هيتحرك، انما احنا مثبتينه عشان اثبته في مكانه هحتاج تو فورس كومبوننتس، واحده في الاكس واحده في الواي. في الاكس دي ما اعرفش قيمتها مش مدهني، بس مديني اتجاهها كده، وفي الواي برضه مديني اتجاه الاسفل كده، مديني القيمه بتاعتها 2980 نيوتن او 2.98 نيوتن. بيقول لي احسب لي
الفلو ريت والانكورنج فورس. اف اي انكورنج يعني قوه تثبيت، انكورنج فورس يعني قوه تثبيت اللي انا محتاجها في اتجاه اكس. الانكورنج فورس كومبوننت في اتجاه اكس، فانا في اتجاه اكس فرضت كان اتجاه بوزيتيف في البوزيتيف اكس، وفي اتجاه واي فرضت اتجاه بوزيتيف في النيجاتيف واي. هم دي اتجاه الفورسز في المساله. وخدت كنترول فوليوم من اول العداد بتاع الضغط لغايه مخرج النوزل. النوزل دي فري نوزل يعني بتتشارج في الاتموسفير. النوزل دي فري نوزل يعني بتتشارج في الاتموسفير. طيب وهطبق اللينير مومنتم كونسرفيشن في اتجاهين، مره في اتجاه اكس ومره في اتجاه واي. يستحسن اول اطبقه في اتجاه واي، هقول سميشن اف واي تساوي ام دوت في واي اوت ماينس في واي ان. هتلاقي في خروج في الواي اللي مفيش دخول في الواي، فالفي واي ان بزيرو. هنا في الخروج ادي السرعه في 2 اديها، هتتحلل ل 2 كومبوننتس. في 2 ساين 45 دي اللي هي الفي واي اوت، وفي 2 كوساين 45 دي اللي هي الفي اكس اوت، الخروج في اتجاه اكس. طيب انما في الدخول في اتجاه اكس اسمها في واحد كلها على بعضها. طيب يبقى ام دوت في في واي اوت ماينس في واي ان، قلنا مفيش دخول في الواي يبقى في واي ان بزيرو. في واي اوت اللي هي الريزولوشن بتاع الفي 2 في اتجاه واي، في 2 ساين 45، والام دوت الرو في الكيو. جبت من هنا عند الاف واي، هو مدهني القيمه بتاعتها واتجاهها في اتجاه البوزيتيف اللي انا فرضه 2980 نيوتن. وكان ممكن احط وزن المايه ووزن العلم، انما هو مش جايب لي سيره عامه فعملته على الفورسز يعني. فقدرت اجيب من هنا الفلوريد 0.198 متر كيوب بير سكند. بعد كده عايز يحسب القيمه بتاعت الانكورنج فورس في اتجاه اكس، هطبق اللينير مومنتم كونسرفيشن في اتجاه اكس، وسمشن اف اكس اون فلو يساوي ام دوت في اكس اوت ماينس في اكس ان. قلنا لما تكون كنترول فوليوم كروس سكشن منه داخل الماسوره يبقى في بريشر فورس لازم باخدها في اعتبار، وده يبني على مدافع كروس سكشن وفي الاتجاه اللي داخل الكنترول فوليوم، فيبقى في اتجاه البوزيتيف فيبقى بي 1 في اي 1 ماينس الاف افر في اتجاه اكس عكس الاتجاه البوزيتيف اللي انا فرضه، يساوي ام دوت في في اكس اوت ماينس في اكس ان. في حكاية بقى الفيلوستي هنا الفي اكس اوت الخروج هتلاقيه شمال اللي هو الريزولوشن بتاع الفي 2 اللي اسمه في 2 كوساين 45، ولا هتلاقيه في عكس اتجاه البوستيف اللي انا فرضه في اتجاه اكس. يبقى هكتب نيجاتيف في 2 كوساين 45 ناقص دي اللي هي النت، دي واحد في اتجاه البوستيف، حط بوستيف زي ما هي بوستيف في 1. اعوض في المعادله دي كلها، عند الفلوريد جبت من المعادله بتاعت الاف واي، فاجيب الانكورنج فورس في اتجاه اكس اللي هي تطلع معايا لما احل وادخل الكيو تطلع 6.4 كيلو متر. بعد كده دي مسألة على الفنتوري والأورفيس. بيقول لي عندك فنتوري، فنتوري ده عبارة عن converging diverging pipe، يعني pipe cross section بيقل ويرجع تاني يزيد. الكروس سكشن الكبير هنا دايمتر بتاعه 30 سنتي، كروس سكشن صغير دايمتر بتاعه 15 سنتي. وبعدين مركب يوتيوب مانومتر ما بينهم، الليج بتاعت اليوتيوب مانومتر عند المينيمم كروس سكشن عبارة عن بيزوميتر، والليج بتاعت اليوتيوب مانومتر عند القطر اللي هو 30 سم عبارة عن بيتا تيوب. فالبيتا تيوب دي هنا بتقرا توتال بريشر زي ما قلنا في الشيت اللي فات، وانما البيزوميتر هنا دي شايفة ستاتيك بريشر. فرق الاليفيجن ما بين نقطة واحد ونقطة اتنين 30 سم، العداد اللي عند اتنين ده عبارة عن بيقرا ستاتيك بريشر اري 60 كيلو باسكال، عندنا عند واحد برضه اري ستاتيك بريشر 500 كيلو باسكال، ومدين تشارج كوفيشن 0.97. قلنا ان تشارج كوفيشن ده النسبه بين الثيوريتيكال فلوريت والاكشوال فلوريت. عايز نحسب الاكشوال فلوريت اللي ماشي جوه الفلو، وايه الثيوريتيكال فلوريت؟ ده الفلوريت اللي كان هيمشي بالفلو لو كان ايديال فلو، اللي انا بجيبه لما بحل برنولي ايكويشن لايديال، ايديال برنولي ايكويشن مع الكونتينيوتي. انما انا هو عايز يحسب الاكتشوال، فبعد ما اجيب الثيوريتيكال هضربه في السي دي يجيب الاكتشوال فلوريد. وعايز الار اللي هو المانومتريك ديفرنس بتاع المانومتريك فلويد اللي هو السبيسيفيك جراف بتاعته 1.6. فانا طبقت برنولي ما بين 1 و2، ولما طبقت برنولي قدرت تحسب الفلوريد الثيوريتيكال، طبقت ما بين نقطه 1 ونقطه 2 البرنولي الايديال والكونتينيوتي، فقدرت احسب الثيوريتيكال فلويد ضربته في السي دي جبت الاكتشوال فلوريد. بعد كده عملت معادلة المانومتر، هنا الضغط ده ضغط توتال عند واحد بي واحد زائد نص رو بي واحد سكوير زائد وزن عمود من الليكويد ادفعه مثلا واي، ماينس وزن عمود من المانومتر فلويد ادفعه ار، ماينس وزن عمود من المية ادفعها اكس الحتة دي، بيساوي الضغط الاستاتيك عند اتنين اللي هو بي اتنين. بعد كده في معادلة تانية اللي هو الاكس الحتة دي زائد الار بيساوي الواي اللي هو الارتفاع اللي انا سميته واي ده زائد الدلتا ايه الدلتا زد او الدلتا هايت يعني ما بين واحد واتنين.
واقدر كده اجيب المانومتريك هيد ار. طيب راجع كده، ادي دي معادلة المانومتر اللي احنا كونناها، قلنا هنا بي واحد زائد نص رو بي واحد سكوير، ده اللي هو التوتال بريشر، لان الرجل دي عبارة عن بيتا تيوب، زائد جاما ووتر في الواي اللي هو وزن العمود من الليكويد، ناقص جاما مانومتر في الواي في الار، ناقص جاما ووتر في الاكس، يدينا بي اتنين اللي هو الضغط الستاتيك عند الدي. بعد كده المعادلة التانية ان الواي زائد ال 0.3 يساوي ال x زائد ال r، دي المعادلتين في المجهولين اقدر اجيب ال r. Dimensional analysis مسألة بيقول لي عندك ال drag force، ايه drag force؟ دي ال resisting force بتاعت ال air على سطح العربية، العربية بتكون ماشية في هواء ففي resistance جاية من الهواء على سطح العربية، resistance دي resisting force دي بنسميها drag force. هو بيقول لي إذا كانت ال drag force دي بتعتمد على الرو بتاعت الهواء والميو بتاعته وسرعة الفلو والدايمنشن بتاع العربية، احسب لي أو طلع لي باستخدام الدايمنشن أناليسيس عدد الفاريبلز الأقل باستخدام الباكنجهام باي ثيرم، يعني طلع لي الأبروبريت باي تيرمز اللي هي الدايمنشنز بارامترز اللي هي عدد بارامترز أقل، دي اللي احنا بنطلعها شكلها جديد، يعني كأنها هنريفورميليت هنكتبها في شكلها الجديد اللي عدد الفاريبلز بتاعه أقل. النمبر اوف فاريبلز اسمه ان او كي ايا كان، خمسه اللي هو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وده بنسميه الديبندنت فاريبل اللي هو الدراج فورس اللي هو فانكشن في بيت الحاجات. تاني خطوه لو نفتكر مع بعض، كنا بنحول كل بارامتر منهم البيزك دايمنشنز بتاعته عشان نحولها بسهوله، فبنكتب ثلاثه كولومز البارامتر والاس اي يونت والدايمنشن، كل البارامترز الخمسه. بعد كده عدد الريفرنس دايمنشنز اللي اسمه ار او اسمه ام مثلا اللي انا احتجتها لتوصيف الفاريوز بتاعتي كلها، انا احتجت الثلاثه ريفرنس دايمنشنز الام والال والتي، تلاقيهم كلهم موجودين ام وال وتي، اللي احتجتهم الثلاثه لتوصيف الفاريوز كاملين، فيبقى عدد الريبيتنج فاريوز هو نفسه عدد الريفرنس دايمنشنز ثلاثه، دي الفاريوز اللي هتتكرر في كل باي ترم هكونه. الريبيتنج فاريبل بنختارهم بشروط، واحده منهم بتمثل بروبرتي للفلو، ممكن اختار الرو او الميمو، لكن مطلق الحرية تختار الرو أو الميمو، فأنا اخترت هنا الرو، طلع لك اللي جت كده صح مفيهاش أي مشكلة. بارامتر تاني بيوصف كاينماتكس مش داينامكس، كاينماتكس يعني أو حاجة ليها علاقة بالسرعة، زي سرعة زي ار بي ام زي فلو ريت، وحاجة بتوصف جيومتري بعد، فهنا البعد الوحيد عندي ال ال، وابتدي عدد الباي تيرمز اللي محتاجها هو عدد الفاريبلز التوتال ماينس عدد الريفرنس دايمنشنز، 5 ناقص 3 تطلع 2 باي تيرمز، يعني بدل ما كانوا 5 بارامترز هيبقوا 2 بس. ابتدي اكون الباي تيرمز، الباي تيرمز لما اجي اكونهم اول باي تيرمز انا كان عندي 5 فاريبلز 3 منهم ريبيتنج اللي هما الرو والفي والال، يبقى الرو والفي والال دول هما اللي هيتكرروا في الاثنين باي تيرم اللي هكونهم، انما الاف دراج دراج فورس دي هتبقى في الباي تيرم الاولاني، والميو هي تبقى في الباي تيرم التاني. باجي انا بكون الباي تيرم ازاي؟ الباي تيرم بتساوي بكتب في اول باي تيرم الديبندنت فاريبل في الاول كده الدراج فورس مضروبه في الثلاثه ريبيتنج الرو والفي والال، كل واحده مرفوعه منهم لباور اي وبي وسي. ايه اللي بيميز الباي تيرم؟ ان هو نون دايمنشنال، نون دايمنشنال يعني البيزك دايمنشنز بتاعته بواحد، يبقى البيزك دايمنشنز ام اس 0 ال اس 0 تي اس 0، وهو عوض عن كل بارامتر من دول اللي هم الثلاثه ريبيتنج المضروبين في الواحد النون ريبيتنج بالبيزك دايمنشنز بتاعتها بالباورز دي، بحيث اعرف لما تساوت الاساسات الاسس تتساوي، اعرف من التساوي بتاع الاسس ده اعرف الباورز دي عباره عن ايه، ده طلع معايا ماينس 1 والبي طلع ماينس 2 والسي طلع ماينس 2، يبقى الباي تيرم الاولاني هو دراج فورس مقسوم على الرو في الفي سكوير على ال سكوير، ممكن اتشيك اعمل تشيك الاقي ملوش واحده يبقى ده مظبوط، تشيك على حسبة الباورز. الباي تيرم التاني بحط النون ريبيتنج فاريبل التاني اللي هو الميو مضروب في التلاتة ريبيتنج اللي هما بيتكرروا في كل باي تيرم زي ما قلنا، المرفوع لباورز اي وبي وسي بتوع الباي تيرم ده، واساويهم برضو بان اس 0 و اس 0 و اس 0، اقدر اطلع الباي تيرم التاني اللي هو الميو على الروف في الـ. طيب بعد كده بيقول لي هنا باي تيرم بيقول لي الباور بتاعت الفان فانكشن في الرو، كثافة الهواء اللي الفان دي بتدوره، والديامتر السايز بتاع الفان، والار بي ام بتاع الفان، والفلوريد بتاع الهواء اللي بتمشي الفان دي. وبعدين جه بعد كده عملت نفس الخطوات، عدد الفاريبلز خمسة، حولت كل فاريبل للفاريبلز بتاعته، المهم طلعت في النهاية اتنين باي تيرمز، الباي تيرم الأولاني اللي هو الباور على الروف الار بي ام تكعيب
الدايمتر باور 5. ناخد بالنا الار بي ام ده ريفولوشن بير مينت، البيزك دايمنشن بتاعته تايم باور نيجاتيف 1. طيب في بعد كده والباي ترم تاني كيو على ان دي باور 3. بعد كده يقول لي لو كانت الباور بتاعت الفان عند لحظه معينه لما كانت الفان بتدور ب 1000 ار بي ام كانت الباور 1.5 كيلو وات، احسب لي الباور اللي هتستهلكها الفان لما تدور ب ار بي ام 2000 ار بي ام. دي بنسميها حاجه اسمها السيميلاريتي. السيميلاريتي دي لما يكون عندي عايز اجيب الاداء او اتنبأ بالاداء بتاع الماشين بتاعتي عند كونديشن بدلاله القيم بتاعت كونديشن تاني، لما اكون عايز اعرف اداء الماكينه بتاعتي او الارقام بتاعتها عند كونديشن بدلاله الارقام بتاعتها عند كونديشن تاني. يعني عايز اعرف الباور اللي هتستهلكها الفان عند ار بي ام 2000 بدلاله او بمعلوميه الباور اللي كانت بتستهلكها عند ار بي ام 1000. ده ينفع استخدمه عن طريق ان انا اساوي الباي تيرم اللي فيه الباور اللي هو اول باي تيرم، عشان عايز احسب باور بالباي تيرم ان في باور ده عند الكونديشن الاولاني ده عند الكونديشن الثاني. طب ما بين التو كونديشنز الرو هي الرو ما غيرتش الفلويد، والدايمتر هو الدايمتر ما غيرتش قطر المروحه، انما ايه اللي اتغير؟ الار بي ام. يبقى باور واحد على ار بي ام واحد باور 3 يساوي باور 2 على ار بي ام 2 باور 3. يعني عندي الار بي ام الاولاني اللي كان 1000 وكان بيستهلك ساعتها 1.5 كيلو وات، عايز اعرف لما هيلف ب 2000 هيستهلك، هنا حسبناها 3.12 كيلو وات. واقدر استخدم الطريقه دي تاني برضه اللي هي بنسميها الموديلنج، في ان انا اعرف اداء ماشين بمعلوميه الارقام بتاعت ماشين تانيه مشابهه ليها. وهو بيقول لي اذا كانت انا عملت موديل او مروحه، عملت مروحه مصغره، نموذج مصغر من المروحه عباره عن 1/10 من المروحه الحقيقيه كسايز، وات ويل بي ذا باور وين ات رانز ات 1500 ار بي ام. يبقى انا عملت موديل صغير او مروحه صغيره قطرها 1/10 من القطر بتاع المروحة الحقيقية. المروحة الحقيقية دي بنسميها بروتوتايب، المروحة اللي احنا عملناها نموذج مصغر دي بنسميها موديل. المروحة الحقيقية بنسميها بروتوتايب، المروحة الصغيرة اللي احنا عملناها بنسميها موديل. يبقى الدايمتر بتاع الموديل على الدايمتر بتاع البروتوتايب بيساوي 1/10. بيقول احسب لي الباور بتاع الموديل الصغير ده، عايز باور موديل لما هتدور الموديل ب 1500 ار بي ام. يبقى انا عندي دي موديل على دي بروتوتايب بيساوي 1/10. عايز اعرف لما الموديل اللي هو سبسكريبت ام ده يدور ب 1500 ار بي ام هيستهلك باور موديل قد ايه، علما بان انا عارف ان لما البروتوتايب كان بيدور ب 1000 كان بيستهلك 1.5 كيلو وات. برضه نبقى نفس القصه، يبقى الحته بتاعت تساوي الباي تيرمز دي بعملها لحاجه من الاثنين، يا اما عشان اعرف او اتنبأ بالارقام اللي هشتغل بيها المكنه عند كونديشن معين بدلاله المعلومات عند كونديشن اخر، او ان انا اعرف الاداء بتاع او الارقام بتاعت ماكينه ثانيه مشابهه ليها. لازم تكون حاجه اسمها سيميلر مشابهه ليها موديل منها مثلا. فهنا يبقى الباي تيرم بتاع الباور للبروتوتايب يساوي الباي تيرم بتاع الباور للموديل. هنا انا مغيرتش الفلو، نوع الفلويد ما بين الموديل والبروتوتايب، يبقى الرو تروح مع الرو، واقدر هنا اجيب الريشيو اجيب الباور اللي هتستهلكها الموديل لما يدور ب 1500 ار بي ام، يطلع 0.0506 واط.